هما هادشي ديال البديع. واش قصر بحال هادي صغيورة؟ هاد المحل راه كاين حتى هو قصرية عند القيم صراحة متواجدين كلشي قرب. ها دابا نمشيو عند القرب القرب عندو الشوميزات حتى هما تما هنايا وبتاني. بالنسبة لهذا المحل هذا كاين في المارشي ديال الهديم صراحة الأنواع ديال الزيتون اللي بغيتو كاين في هذا المحل هذا. أنتم ها السيوات 600 دريال. المحل هذا متواجد في قصرية ديال الهديم. الناس اللي بغاو الصالونات بغاو يفرشوا الصالون ديالهم. بالنسبة للناس اللي في مكناس تنهضر عليهم صراحة عنده موديلات ديال الطليمطات زوينين. المهم انا درت صغير دويره خفيفه في هذا المحل. تتبعوا القناه ديالي كيف دايرين لاباس عليكم بخير هانيين. كنتمنوا نتوما تشاهدوا هذا الفيديو تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد من مدينه مكناس. خرجنا دورو شويه هنايا في مكناس. غير ما تنساونيش باللايك وشي تعليق زوين وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم باش الفائده تعم الجميع ان شاء الله. خليكم معايا حتى الاخر. من مدينه مكناس العريقه مهم غادي ندير لكم واحد الفلوق هنايا في الهديم. هذه ساحه الهديم اللي معروفه هنايا في مكناس. صراحه مدينه مكناس زوينه وكاين الواحد فين يمشي. من هنا تبدا الجوله ديالنا. اول حاجه هذا هو الباب ديال المارشي اللي غادي ندخلوا ليه دابا. المهم تيكونوا حاطين هذا الشيء اللي معروف هنايا في مكناس. هذا الشيء ديال البديع في الديكورات صراحه زوينين وكاين حتى الفخار اللي معروف عندنا هنايا في المغرب. هذه هي الدخله ديال المارشي. غادي ندخلوا ونكتشفوا اشنو كاين في هذا المارشي. خرجنا من المارشي ديال الهديم دابا دخلنا القصرية ديال الهديم. يلا نكتشفوا اشنو كاين عندهم. انت خذ لك الفقية ديالك.
ومنين الاسماء ما عرفت شو دايرين هنا شتو دار لهم البنات صراحه زوين شفتو هما دايرين ليه هنايا ب 40 درهم في المكناس شفتو هاد الاوني ديالو كاين هاد لورونج هذا كاين هاد السومو شفتو صراحه هاد لومي عجبني سولتو في الثمن شفتو معايا هاد البلاصه عاوتاني كلها طلاماطه هما ها التواب ديال الخيط صراحة التواب ديال الضراغي ديال الميلة وبنتي شريها سنيدي لابغيتك مرضى الوليدات وصلنا لاخر ديال الفيديو نتمنى الفيديو يكون عجبكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله خليتكم على خير والسلام عليكم ها